نحبكم الناس الكل، خلي كمل يعوق هذا، خلي كمل يعوق صحيح. أو 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 أو. برافو، يعطيكم الصحة، مرحبا بكم، ميرسي بيبليك، محليكم شانين بيبليك، نصفق عليك. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة بيبليك، كالعادة السادة المشاهدين نقول لهم مرحبا بكم. كالعادة باش نزيد نفكركم بيدي قلقت لي نبسطت الحكاية، ملا توانسة في المرتبة الأولى نهار الثلاث. برشا روتين، برشا روتين، برشا روتين، احنا بيدنا بدينا نقلقوا كل نهار ثلاث وبفارق شاسع، معناها كجينا قراب. اليوم انا كي نقول حلقة سبيسيال ساعات هكا، ساعات نزيد فيه ما نكذبش عليك، ديما نقول حلقة سبيسيال، أما اليوم بالذات بالحق حلقة سبيسيال، هذاك علاش نحبكم. تفرحوا لي برشا باللي زانفيتي، لحظة باش نستدعم، نفكر السادة المشاهدين ينجموا يربحوا اشتر الفلوس اللي تنجم تتربح اليوم، تبعثوا ايه مع ال 85811، ايه مع ال 85811. سادة المشاهدين حضروا لي رواحكم باش تشوفوا تشكيلة عمرها ما تلمت في حتى بلاصة، مش في حتى التلفزة. نستقبلوا ضيفتنا الأولانية زردي بيا، كانت تلفزة شكبة هي السبعة الحية. نورتني بيوتا، تمشي مع فريق الكرونيكات، لي كرونيكات. توا باش نستقبلوا، توا باش نستقبلوا المكي زياد، مشاكس ومحبوب بين العباد، المكي زياد. مرحبا بك زيدون. الثالثة الكرونيكوز الثالثة، ستا أمينة تلمو مزيانة تتحط في فيترينا، أمينة ستا. مرحبا بك أمونة، تفضل. الكرونيكوز الرابعة معنا اليوم عمارة منال، كان الفن بارفيموري هي الكوكو شانيل، منال عمارة، مرحبا. الحريسي وسيم في التقليد أسطورة وفي البلاد زعيم، وسيم ميغانو. مصطفح واس، توا مصطفح واس في الديتاب يماركي بالساق وبالراس، مصطفح واس. يعطيكم الصحة. بعد الكرونيكات، بعد الكرونيكات نحبكم زادة تفرحوا لي بزملائي المناشطين، زملائي المناشطين اللي ينوروني اليوم وجاونا. البلومي حمزة كان المناشطين حروف، هو الهمزة حمزة البلومي. أول قارة أمين، قارة أمين ملك الباز وبعيد عن الآخرين، أمين قارة. مرحبا بك يا أمين. توا القاسمي، القاسمي جعفور اللي اسمه على كل لسان يدور، جعفر القاسمي. بيكا، بيكا كانت تنشيط شقان فتر، هي البريكا، صفقوا لي على بيكا. الزعايم هادي اقوى منشط في البلاد من بعدي انا بالطبيعة، هادي زعايم. العقربي، العقربي مريوة كانت تلفزة بتيداج، هي القيوة مروة العقربي. مرحبا بك يا
اللعبة اليوم بين الكرونيكرات الكرونيكر والمناشطين الانيماتور. مرحبا بكم. وي جمالش بابتش. يعطيكم الصحة. يعطيك مساحة جمهور. عندي 20 سنة نشط وهذه أقوى حلقة باش ننشطها، وحلقة صعيبة على الآخر. قبل كل شيء نحب نعاودوا صفقوا على زملائي بالله. زملائي نورتوني نورتوني. هذه فازات كرونيكيريت ما يعملوهاش مناسبين. مناسبين ما يعملش الفازة هذه، ما عادش نعملوهم. نحكي بالظهر في بلاتو. لا تعرف عليك كريم، حاشمين تلموهم من عروفاتهم ما ينجموش يغزرهم في وجوههم. تصفيق على كرونيكيريت. مرحبا بكم. ديما الحنين لكرونيكيريت. نورتوني ساعة. قبل ما نبداو اللعبة نتاعنا وقبل ما نبداو برنامجنا، نحب نشكرهم برشا. علاش نحب نشكرهم؟ خاطر اكثر حاجه اقنعتهم باش يجيو يشاركوا في البرنامج كرونيكيريت والانيماتور ابار على خاطر المنشط الكبير، فما حاجه اقنعتهم باش يجيو هما باش يلعبوا على خاطر يحبوا يربحوا زوج جمعيات، اللي هي جمعيه ورده المنزة وجمعيه مساعده عميقي الاعاقه بالبيت. جمعيه مساعده عميقي الاعاقه بالبيت، يعطيكم الصحه. إن شاء الله لموا فلوس بالباهي لجمعية وردة المنزة وجمعية مساعدة عميقي الإعاقة بالبيت. قبل ما نبداو خلينا نستقبلوا امتنان معالج رئيس جمعية وردة المنزة وبلسم الزمنتر رئيس جمعية مساعدة عميقي الإعاقة. مرحبا بكم. تصفيق عليهم. مرحبا بكم. قبل ما تقولوا على الجمعيات شو نقول لكم؟ يعطيكم الصحة على اللي تعملوا فيه. انتم امتنان معالج ومدام جودة المستيري هكا، ولا تابعين جمعية وردة المنزة. شنو هي الجمعية هذه بالضبط اللي كان نحبوا نعرفوا بها للمواطنين اللي يتفرجوا فيها؟ انا اسمي جودة مستيري، رئيسة جمعية وردة المنزة غوز المنزة، جمعية خيرية واجتماعية. البيت نتاعنا هو الاهداف نتاعنا هو خدمه الاطفال، خدمه المعاقين، خدمه كبار السن. يعطيكم الصحه. هذوما اسونسيلمون. وتوا ملي صارت الكوفيد 19 الابيديمي نتاع الكوفيد 19 تحولنا نخدموا اسونسيلمون في المستشفيات، نعاونوا المستشفيات. يعطيكم الصحه. تصفيق عليهم جمعيه هذوما. يعطيكم الصحه. مازلت عندك ما تقول؟ نقدم. خلينا ما تحكي معاك امتنان شوية. امتنان باش تحكي معنا شوية. حبيت أول حاجة نشكر قناة الحوار اللي من غير مزيف، هذا واجب. اللي استقبلتنا وعرفت بالجمعية نتاعنا، احنا نحبوا نعرفوا بالجمعية نتاعنا. هذا واجب، وإن شاء الله حتى جمعيات أخرين يجيو بحذانا، مرحبا بهم. امتنان. مرحبا. محلاها اسمك امتنان. يعيشك. شنو تنجم تضيف على الكلام اللي قالته جودة؟ والله عندي ما نضيف، خاطر الناس الكل تعرف العمل الجمعياتي توا هو اللي قايم بالبلاد، ونساء تونس هي اللي قايمه بالبلاد. تصفيق على نساء تونس. وان شاء الله بون جينا باش نجموا نعملوا خير ونعملوا اكثر. ان شاء الله اللعبه عنده كرونيكيريت، انت حسب ما تراهم، خاطر هم اللي باش يلعبوا مع جمعيه ورده المنزة. خلولك عملوا علينا. عملوا علينا احنا، الاخرين ما تعملوش عليهم. منال وزياد بيا ومصطفى امينه وميغال هما اللي باش تعملوا عليهم. سي كريم. واضح؟ سي كريم. عملوا علينا. سي جاف. سي كريم نقطة نظام. مرحبا بكم الجمعية باسمي وباسم زملائي. باسمي وباسم أصدقائي في الكفاح. وفي التنشيط. تعملوا علينا باش نربحوهم وباش يخسروا شر وشكرا. سي كريم. سي كريم. بدينا بالاستفزاز. جعفور بدا بالاستفزاز. نعم سي كريم. نقطة نظام يعيشك. تفضل. باسمي وباسم زملائي الكرونيكيريت حاب نقول لك اللي نحن باش نبذلوا مجهودنا. مجهودنا الكل اليوم باش نربحوا الجمعية. مجهودنا ان شاء الله بمجهود منال عمار.
بلسم زمنتر سمحنا بتينا عليك خاطر ما يتفضوش هذو ما انا مانيش عارف باش نعديها الحلقه ومع بهجودنا عمرك ما سمعت هذه بهجود بلسم زمنتر رئيس جمعيه مساعده عامقي الاعاقه بالبيت لو كنت تعرف لنا اش معناها جمعيه عامقي الاعاقه بالبيت قبل ما نعرف بالجمعية أنا ما نجمش ما نشكرش قناة الحوار ونشكر والله واجب كافة ليزانيماتور إي ليزانيماتريس ولي كرونيكور أوسي حتى وأنهم مش في راهم معنا نشكروهم يعطيك الصحة نشكرهم لا مثالش شكرتهم يحييش جمعية مساعدة عميقي الإعاقة بالبيت هي جمعية اجتماعية خيرية الأهداف متاعها هي تكوين تشغيل وتأطير مساعدي الحياة لشكون لكل شخص اللي يكون في حالة إعاقة ولا عنده مرض مزمن وما نجمش يكون بالحاجات الحياتية الأولية متاعه نبعثوا له مساعد الحياة يمشي له للدار احنا مشكل الجمعيات الاخرين احنا نمشيو بالبيت احنا اسمنا بالبيت والعميقي الإعاقة ونعاونوه في حاجاته الحياتية الأولية ونشكركم ربي تسليق عليهم والله يعطيكم الصحة انا نشكركم برشا وسامحوني مثالش حتى انا بالنسبة لي اني تونسية راهو ونحب التوانسة ونحب المرأة التونسية نشكر برشا منال اللي هي تخدم معنا في الجمعية والكوني تخبيا لاسوسياسيون منال ميرسي بوكو ونشكركم كلكم بالحضور بالكل وان شاء الله وان شاء الله نطلعوا ما عندك كان الرجال ومثال يوم تصفيق عليهم امتنان معالي جوجود المستيري جمعية وردة المنزة وبلسم زمنت الرئيس جمعية مساعدة عميل إعاقة بالبيت تصفقوا لي عليهم يعطيك مساحة نورتوني يعطيك مساحة ميرسي بوكو مسؤولية كبرت المسؤولية كبرت للكلينيكيات والمناشطين وذيك علاش نقول لهم والله باش نتكلم في بلاصتهم نقول لهم يعطيكم الصحة وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله وإن شاء الله أجركم وإن شاء الله أجركم عند ربي وإن شاء الله منوال للناس الكل معروفين ولا مش معروفين بالحق يعطيكم الصحة اللي جيت ونصفق عليكم توا باش نجي للكرونيكيرات ونبدا اسمع كان بالززمه غير ما تجينا ميسيل خبزه مره خبزه مره قالوا تكلموا معي توستوفا يوسف مرحبا بكم ساعه كرونيكيرات ربي ما نهدروش ياسر مع بعضنا فهمتني عندنا منشطين كلمه وقصه عايش بيوتا بيوتا أبار بيا الباقي ما شنيا وميغال سبعة بارين لا أنا وصحابي من فضلك منولة مرحبا بك أنا معي كل مرحبا بك منولة تهديد القبيلة اللي يقول فيه جعفر وعمل لك هكا بديش كيفاش تنجم تجاوب وشنيا تحب تقول لهم المناشطين اللامعين اللي مقابلين حاضرين الجماعة 3 2 1 جو وي ويل وي ويل روك يو هي لحظة برك هي مش خايبة الفازة اللي عملتوها ما سيسوا على الديكور مش تكسروا جديد استدعيتكم تكسروا لي ديكوري وتروحوا بعد اتنحالي من الشهرية ذاك وي 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 لك يو حواس كسرها زيدون مهجودنا زيدون توا انا قبل ما نبداو نصوروا بالرسمي حسيت بهم المنشطين اللي خدموا مع زياد المكي الكل قديش عذبهم ملي في الكواليس عذبنا الناس الكل حاضره وزياد يلعب مع الكراهب غادي البرة مرحبا بيك زيدون عشك اخويا كريم فرحان برشا اللي معاك ان شاء الله عتبه مبروكه ومحليك برشا وان شاء الله ننوروك في الايميسيون بتاعك هاكا الكلام ما اسمعني الكلام اللي قلتو لي قلته بالحرب صحيت هاكا ما عملتش مشاكل ان شاء الله ديما من المؤمنين الخير شنو تحب تقول كي ترى الوجوه النايل هذوما من حمزه البلومي المروه العقربي هادي امين قاره جعفور بيك شنو تحب تقول لهم نقول لهم نحب نقول لهم لحظه قول لهم نقول مكياج صحيت لا نحب نقول لهم لكل بدايه نهايه توا فما جيل جديد نتاع نيميريتيريت قاعد يطلع لحظه وهذيك سنه الله في خلقه ماك تعرف رفسوا ياسر في البرامج تاو يجي الاخر باش يرفس معاهم. ما عندكمش خطه خاطر هما برامو عندهم خطتهم حاضرين الامور، شنو هي الخطه اللي عندكم؟ نحن الخطه مخلينها على ربي، جعفر عنده ياسر الفلوم قال لهم عندي خطه انا ناكد لكم معناتها فريق جعفر وكل باش يخسروا ونحن باش نربح خاطر النيه صافيه. النيه صافيه. اظن بعد بيوتا فحل بيوتا برشا صفقون على بيوتا. بيوتا. شنو
بيوت نورتني. وشنو تحب تضيف على كلام منال وزياد؟ ما عندكش حاجه في قلبك تعرف على نحب يعني. اول شيء الساعه مبروك عليك الحس والنجاح سختو نجاح الحس ونجاح كل المنشطين اللي قدامي كلهم واحد 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 كل واحد ناجح في برنامجه. اما نحب نقول لهم مع الاسف راه مادام انا موجوده في الاكيب هذايا ما كومش باش تربحوا. ما كومش باش تربحوا حواس. مرحبا بك. مرحبا بك ستوفا. فرحان برشا اللي جينا بحذاك اليوم وصرتوا الغايه نبيله معناها باش نربحوا الجمعيات. ونحب نقول لهم حاجه راهو بلاش الكرونيكوريت انتم ليزيميسيون نتاعكم. نتعبوا نعم. انا نعرف معناها كان ينجموا يجاوبوك ساعه ما فيهم حد ابار من قال ما يخدموا حد فيهم اللي يخدم بالكرونيكوريت. جيت حاب يقول حاجه لابس بطانيه ستوفا اليوم وعامل جو همونا صفقوني على امين انا جايكم. مرحبا بك امونا. نصور انت كلامك مش باش يكون قاسي كيف هم انت محلينا بحذيك يعيشك محلينا لافتوت لا فامي انصومبل. نحب كما قالت منال وي ويل روك يو. اما نقول لهم الجمهور معناتها لي زاباغون سون ترومبوز ما يغركمش المظاهر وتو نشوفوا العبره في النتيجه. العبره في النتيجه لي ترومبوز كرومبوز يجاوبك جعفر القاسمي محضر لك الاجابه. حضر الاجابه نتاعك جعفر على الترومبوز ما يحملش جعفر وتغشش وخذا في خاطره. ميجا شنو تحب تقول ميجا قبل ما تبدا؟ نحب نقول لك سلام حل مبارك خويا. عايش سلام عاطفه مبروك قمرك صحيح. سلام عاطفه مبروك الحق. نورت انت لو فات كي تغزر هكا تشوف الوجوه من الله مصلي على النبي. مش نقلل في قيمه الوجوه نتاعهم ولا اي حاجه واضحه مصلي على النبي. اما بالحق معناها تو كومبار لانكومبارابل هذوما مسنسين باللوريات اللي ما تراه بلاش الحمصه وراه واش تعمل. لحمة لحمة اليوم لحمة. والكرونيكارات ما سكتوش على الاستفزاز وتبارك الله عليهم يعني جاوبوا بالكرتوش. نجي جعفر القاسمي مرحبا بك. صفقوني على جعفور. جعفور بحكم خدمنا مع ايش بينا ما فهمتش علاقتها بايش بينا هلا جعفور بحكم خدمنا مع بعضنا نعرف جعفر وقت شي تنبز الكلام خاصه اللي خلته امينه ستار حز في نفسك. جعفر عبر على رايك شنو يقلقك في الكلام. بادي ان ذي بدا. بادي ان ذي بدا. شو قاعد غادي بلا شوريه شو قاعد غادي بادي. خليني يعطيني 30 ثانيه. اعطيه 30 ثانيه. يعطيني 30 ثانيه نتاعي. بادي ان ذي بدا. انا ما يحز في نفسي هذه الحلقة التي تتسم بالعمق والجانب الإنساني أن الزملاء ينجروا وراء من العمارة في أغنية ويراك يوراك يعني تعتبر يعني ميغال وتاريخ النضالي شو فيها ما تجيش هي عيب. احنا فريق ديمقراطي وباش نغنيو أغنية تونس الكل مش فاكري بها. اسمع خويا كريم اسمع صوت الجماهير والهنا باش يبدا البارتاج. اسمع رمبتك يا حيط رمبتك يا انا قطة انا جو صح اغنية وطنية مش نورمال. انا جعفر كي تكلم كي سكتهم وقال راكيو في بالي دراش باش يحكي انا قطع انا جو جعفر خويا والله الحاجه خلينا مخير تحب تقول والله الحاجه اللي مسخفتني انا واللي حاسس كل تضامن مع حمزه بلومي. ما تصور حمزه غدوه يحكي مع ويلي يقول له انت عم تقول له تفرج في روحك انا قطع انا طيحت المستوى معناتها نجيب فيك كل التضامن مع حمزه بلومي. زين خليه ما خليه بيكا حطيني لها يا جوره بيكا والله لي حبيبه مع المناصفه لبسه معناها منه شوميز منه مريولي اول مره. بيكا كي شنو توعد الببليك اللي يتفرج فينا وشكون اللي باش يربح؟ بالحق نحبوا نربحوا دونك نحبوا نربحوا خلوها تحت هكا ياسر الحلقه عدائيه وكل احنا الكل مع بعضنا
وانا ما الي كان زاد كرونيكوز دونك فما عنصر كيما زياد ما قالوا الا مناشط حتى زياد صحيح قال ما الا بيو ما وصلت ستة حتى لا لا عندي ملكيت صافا كملت سيد عارف نجم عندي اللي تحب تقول نفرغ قلبك فرحانة نحب نربح يا سي فوالا امين امون ما نتكلمش برشا امين ما يتكلمش برشا بصراحة أمين الراك متسيب أنت نحب ولا نكلو أنت العرف نتاع سختو لا هذا ما اشترهم الكلهم لا لحظة إيجا أفار حواس كلهم موجودين كريم لا لحظة إيجا هكا شوية شوية لحظة برك به نرحب الساعة بأولادي الكل الله معناتها بأولادي الكلهم بما فيهم مصطفى زاد نعتبره ولدي زاد حتى كان هو ما قالهاش قبل ما نعتبره ولدي خاطر تفرجت فيه مع جعفر واول مره خدم كرونيكور معي انا وي 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 في سون فاسون ديما نقولها ولا ديما نقولها امين اول مره خدمت كرونيكوز معي انا زياد مرحبا خويا ما عادش ستاجير وليت معايا منشط دونك حاجه باهيه منوله مرحبا بيان فوني والميغا 10 نتاع اعوان دونك نقول لهم في جميع الحالات سواء خسروا هما ولا ربحنا نحن فانو باش راحوا فرحانين حلو في الرد يا امين كما سنسنا هدهود مرحبا بيك كريم هذوما خسر هما ربحنا هدهود مرحبا بيك تصفيق على هادي زعيم هدهود حبك يا هادي اسمع حبك يا هادي ردوا حبك يا هادي لطيف العرفيه بتغشى نعتذر لطيف العرفيه اللي كنت تسمع فيه حبك هادي مرحبا بيك هدهود وبيك عايشك ومفاس عطيت هادي زعيم هدهود اللي عمل فيا ديما وعمل فينا الكل بلاد كامله MVP اليوم هو الامبيتي ها كرسي الشوك هدهود وبابارات عندنا شجرة الشوك عندنا الشجرة هذيك عمل له كرسي الله شجرة الشوك مرحبا بيك هدهود نورتني فرحان اللي مستدعيكم فرحان بيكم الكل فرحان بيك لا تعمل حاجات غريبة التولة فهمتها اقسم بالله أمنيتي نفهمها مرحبا بيك هدهود عايش هدهود انت ديما مستانس بالجواب نتاعك بالكلام الكل شنو تحب تجاوب لكرونيكا تعلي الاستفزاز نحن ما فهمش استفزاز احنا جايين باش نربحوا كان شفناهم ربحونا برشا باش نخليهم يربحوا بارادتنا احنا وكا لكلاس لكلاس معناتها برشا حقره برشا حقره معناتها حتى كان باش يربحوا ما روحنا خليناهم باش يربحوا رد راقي ياسر امين وهادي وجعفر مرحبا بيك مريوة مريوة مرحبا بيك نورتني مرة ويعطيك الصحة في اللي تخدم فيه كيما الكل يعطيكم الصحة في اللي تعملوا فيه مروة شنية تحب تقول للاستفزاز نتاع العصابة أنا قبل كل شيء أنا نحب نقول لك ميرسي خاطر لميتنا الكل عائلة الحوار ناقصين هكا أنا الإدارة قانوني لهم سينا ما تلميش أنا جينا وإحنا جينا باش نربحوا كما قالوا زملائي وباش نربحوا باش يربحوا هكا قالت مروة حموز حمزة البلوني اهلا وسهلا اهلا وسهلا حموز حموز مرحبا بك اهلا حموز قبل كل شيء احنا ما غير ما نتصور ماكش باش تجاوب ولا عندك الاجابه بروبورتاج جاوب للكلام الشباب الشباب لحظه حمزه قال لي الشباب شنو تحب تجاوب الشباب قبل ما نبداو الحلقه طموح الشباب يعجبني برشا طموح الشباب باهي برشا اما النسبة المئوية 78% قبل ما واحد يبدأ عنده طموح يلزم دوسياته تبدأ نظيفة إجا بحذايا حمزة إجا بحذايا حمزة البلومي حضر حاجة باش يعمل لنا ملة توانسة بطريقة الحقائق الأربع يلا كان جاء حمزة البلومي ينشط الحقائق ينشط في الملة توانسة هكا باش تكون يلبس هكا الساعة لبسها هكا يلبس هكا خذ راحتك وي الكاميرا متاعي ياه هوب مرحبا بكم في ملة توانس اليوم باش نكتشفوا حقائق مفزعة في حلقة باش تكون صادمة شنو هي حقيقة فريق الكرونيكوريت اللي أعضاء منال وأمينة وبيا لقيناهم مهربين مادة خطيرة 10 كيلو غبرة 5 فوندوتان و5 فرجو في نفس الفريق وسيم شهيرة ميغالو توجهت له تهمة خطيرة من أيامات بعد أبحاث طويلة وأخذ رد ميغالو استعرف اللي هو قتل
يقتل مواطن بالضحك. الله غالب، الله غالب، مانيش بالعاني. النقطة كانت تضحك برشا، جاتوا على مستوى القلب. نحب بالمناسبة نطلب السماح من عائلته. شكرا لك. زياد المكي ما كانش استثناء، هو زيادة قتل المواطن، أما بالمساط. والليلة عنا زيادة معلومات ومعطيات فظيعة تخص فريق المنشطين، لكن بما أنهم فريقي مانيش باش نقولهم. السترة باهية ولا لا يفضح مؤمن. تصفيق على حمزه البلومي. واضحه. صحيت حموز، برافو. حلقه سبيسيال اليوم، برافو حمزه، حلوه بطريقه الحقائق. الحقائق الاربعه. وتو توم تاعك قاعد تو في مخي ما نجمش نبان. تو باش نمشيو للفقره الاولى، نمشيو مع بعضنا للجوله الاولى من ملا. في الجولة الأولى نستقبل بحذايا منولة وجعفور. رجال بحذايا، مرحبا بكم منولة وجعفور. مرحبا. أهلا وسهلا. نشوفوا الساعة سؤال الأولاني قداش فيه من اقتراح. قبل كل شيء منال يعطيك ساعة محلاها. يعيشك، عملت أن لوك سبيسيال اللي كنت سبيسيال اليوم، خاطر حلقة سبيسيال. ميرسي. زيد سي كريم. جعفر انت عملت سبيسيال انا زيد عملت لوك سبيسيال اللي كنت لوك فولترن. فولترن لا روبوكاب. روبوكاب. وان شاء الله ونشكر مدام بشرى مواطنة اللي توصل. بس فما بشرى تفرج فينا. تفرج فينا. اكيد فما مدام بشرى تفرج فينا. خلينا نمشيو توا للسؤال الاولاني. وتوا باش نبداو في الجد، باش نبداو في اللعبه نتاعنا. شوفوا ساعة السؤال نتاعنا الاولاني. برافو. اول اسرع واحد جاوب وبعتي اللي جاوب على شمنكا. لا استنى استنى، هو جاوب غلط معناتها انا تجاوب من بعد. من فضلك ماما، شنو تفضلك؟ مازلت ما بديتش. نشوفوا ساعة سؤال اولاني قديش فيه من اقتراح جعفور ومنال. قديش فيه سؤال اولاني من اقتراح؟ في ستة اقتراحات. السؤال اولاني يد وراك ويد فوق الوحده، واللي ينزل قبل هو اللي جاوب قبل. سمي حاجة مربوطة بالريفيون. جاتو. جاتو قال جعفر. جاتو نشوفه موجودة ولا؟ جاتو موجودة لكن في المرتبة الثانية. اقعد جعفور، اقعد تحتنا. نجم تعطي حاجة في المرتبة الأولى. جعفور قال جاتو، منولة حاجة. لا من غير ما تسأل صحابك توا وحدك من بعد تشاور. منولة حاجة مربوطة بالريفيون. سهرية. سهرية. منال قالت سهرية. نشوفوا سهرية في المرتبة الأولى. سهرية نكمل مع فريق الكرونيكا ريت. نكمل معاك منال. برجو ليا كي تحيل يجاوبوا بال يجاوبوا بالإجابات. زيدور. زيدور. كادوات. كادوات ريفيون حاجة معروفة بالريفيون. كادوات. كادوات. نشوفوا زيدور قال كادوات. امشي. شوفوا موجودة ولا لا. كادوات. قاعدة. دخول بقوة من زياد المكي. كادوات مش موجودة. كادوات في رأس العام. كادوات بيا بيا حاجة. العشاء. العشاء. الدجاجة ولا العشاء. بيا نحكوا العشاء. هي قالت العشاء. شوفوا العشاء موجود. العشاء يعطيكم الصحة. ستوفا حاجة مربوطة بالريفيون. ستوفا المشروبات الكحولية. المشروبات الكحولية صريح. ستوفا قال المشروبات الكحولية. موجودة. نجيك أمينة حاجة مربوطة بالريفيون. يا أمينة اوتيل. مخك ديما في الوتلة. اوتيل. على خاطر اوتيل. اي حاجة في الوتيل. تبع سهرية. اوتيل. حاجة في الوتيل. اوتيل. اوتيل قالت أمينة. اوتيل. ماهيش موجودة. حضروا رواحكم. حضروا رواحكم. ليزانيماتور تشاوروا. حضروا رواحكم. ميجا حاجة. جيني عجة في راس عام عجة. حاجة مربوطة ميجا حسب رايك. أنا نصور سهرية التلفزة. معنا التلفزة. تلفزة. تلفزة. بيت أصلاح التلفزة. التلفزة. برامج. تلفزة. 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 منوعات.
تلبس ولا معاه ماهيش موجوده باش نكمل مع ليزانيماتور شيك جعفور. تعطيوني بعد ما تشاورتوا الكلكم تعطيوني اجابه واحده. إجابة تربحكم، إجابة واحدة تربحكم. عندكم وقت أمان، عندكم صحيح زملاء عندكم وقت. لا لا سيبوا سيبوا. وفات تشاور جعفور أعطيني حاجة مربوطة بالريفيو. سيبوا قررتوا سيبوا هاي. هاي برا برا. باسمي وباسم كافة زملائي. شهرين موجود. بادي انضباط، اخترنا الإجابة الآتية. وانا اعتقد جازمين انه هذه الاجابه هي الاجابه الصحيحه. اما لا 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 ما تكلمش لا خذ راحتك خذ راحتك وراه لو كان مش هي راك باش تبدلوها. انت قاعد تخمم في اجابه توا. لا صحيح الاجابه هي الشمع. نص الليل الشمع. ليش تفدك عليك الشمع؟ نشوفوا الشمع موجوده ولا الشمع موجوده ولا 88 نقطه مشات للكرونوكارات. جعفر 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 عمل تقنية طول في الحديث زعما زمن طلعت له الشماعة قال الشماعة بعد قال لي مفدلك ليه تحسب إجابة شماعة خلينا نشوفوا احنا الإجابات فما إجابة كيفين نسيتوها. نص الليل لا سي بون سي بون شات لهم النقاط سامح لي نص الليل الماضي ساعة شوفوا في المرتبة الخامسة نسيتوا سامحوني لحظة سامحوني سامحوني باوية التوانسة اللي مية اللي سألناهم فيهم سبعة يسخالوا بابا نوال مربوط بالريفيون التوانسة شكون تسأل أنت هذا هو البرنامج أنا كان سألوني يقول بابا نوال في المرتبة السادسة ماما نوال البريمات البريمات وعندهم الحق ما تخيلش واحد فيهم الزوز ما تخيلش كان واحد ينجم يقول البريمات هذاك عليه نداء لإدارة القناة الحوار التونسي مشاكل مشاكل ما تتفرجش في التلفزيون قال ما نعطيوش بريمات بقى وين نعطيوش لا عرفات جعفر قال احنا عرفات ما نعطيوش بريمات البريمات خمسة قالوا بريمات هذه إجابات التوانسة مش إجاباتنا احنا نمشيو تو للجولة الثانية وجيب حذاء زيدون وبيكا بيكا مرحبا بكم زيدون وبيكا عايش خويا كريم من زياد معناها بوليفالون راهو ينجم يكون مع الكرونيكارات اما هو كي عيطنا له قلنا له زياد باش تشوفوا معناها زياد المكي كيفاش قلنا له باش تجي مع المنشطين قال انا عمري ما نبيع اصحابي باش نجي مع ما فماش منها ما فماش منها الحكايه مرحبا بك زيدون يعطيك الصحه على البرنامج نتاعو دز تخت وتصفيق عليه شيخة شيخة ومتعة زياد نتفرج مع العائلة فك في اللي جبته فاست الواحد الأول الأول وكل ليد وكيفاش لا والله برنامج حلو إن شاء الله عجب العباد وأنا فرحان برشا وفرحان برشا اللي أنا معك كريم عايش كان بيدي شرفني زيدون من أحسن كلونيكارات اللي عندنا وتوا من أحسن المناشدين الشباب في المستقبل فهمي ولي كيفي كيف جماعة مزيان إن شاء الله قدامك مستقبل قدامك مستقبل كبير تستحق اي حاجه تستحق حاجه في التنشيط زيدون هاني بحذاك ان شاء الله خيان والله اقسم بالله عندي حتى مزيد ان شاء الله في وقت كيف اما اسمع يا كريم للتاريخ نذكر اللي انا كنت منشط وانت كرونيكور مرتين في الامور الجديه واللي من بعد هذا للتاريخ معوض معوض والله احنا فدك معوض زياد معوض لا ما والله لا توحشت برشا امور جديه والجو اللي كان وفي اللي من بعده كي جعفور تعبت جعفور والجو اللي كان والله محلاها لما هانا احسن تجربه هانا تلمينا محلاها لما بيكا من توا خايفه انا خايفه نحب نربح لا بتربح كنت محلاها نربح ناخذها من ربي تربح بيكا بيكا يعطيك الصحه يعطيك الصحه بربي لحظه بربي سامح الساده المشاهدين تبعوا بيكا في الانستغرام راهو قديش تعطي انرجي نتاع حنان وبسمه بربي سادة مشاهدين لازم تتعلموا فيك على والله ربي قولوا جعفور القاسمي اوفيسيال اوفيسيال تبعوها غادي يجوني والله حتى جعفر تبع فيه يعطي يعني حنان يا بيت حاجه مره خير بيكا قلت لي مالها الحنان والله بالحق بيك بيكا بيكا في انستغرامك بيكا انت بيكيت 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 جعفور اسم اوفيسيال جيتي بابا نويل عندك في الريفيون نمشيو توا وقبل الساعة نستقبلكم قبيله من غير ما قلت لك جعفور على البرنامج نتاعك يعطيك الصحة وتصفيق على كاش ولا سكراش وصفي قلبك ومنول يعطيك الصحة اللي تعمل فيه في جودي تو خلينا نشوفوا توا السؤال الثاني قديش فيه من اقتراح يدك وراك يا زياد السؤال الثاني فيه
في ست اقتراحات ركز يا فكر راكم خاسرين زياد توا ما عندهمش الحق يعاونوك. السؤال الثاني يقول سمي حاجه تخلي لحمك يقشعر. اي ما تي انا شكون تقبل لحمك يقشعر؟ اجابه اجابه ما تنجمش تخمم عندك شويه. فرحه 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 لحمك شوك من الفرحه. اي لحمك شوك هي جواري مركبوت ولحمك شوك الفرحه. اي 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 قال الفرحه من غير ما تقولوا عليه قال قال لحمك شوك من الفرحه. نشوفوا الفرحه موجوده ولا وحدها لازم فيك الفرحه لحظه ايش موجوده ايش موجوده فيك فيك زياد قد غادي هذا من الزمان فيك باش العائلات ما يقولكش كي يجي كي تجي واحد يصعبوها خاطر هما سهلوا لهم فيك حاجه تشوك لك لحظه الخوف الرعب الخوف الرعب سهله صحيح تنجم راه وحدك من غير ما تخاف الخوف الرعب من الخوف ماهيش خالص الخوف والرعب موجوده نكملوا معاك فيك زياد سامحني لا سامحني راح حبيت نعاون بالفرحة نكمل معاك شكون مع بعض فيك امون اي ما هو هكا بالترتيب انا جايك يا مروه حاجه تشوك الحم يعني البرد 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 في المرتبة الثانية البرد لوجيك وسهلة على الاخر هدوت حاجة تشوك لك لحمك ابر حاجة تشوك لك لحمك كيف واحد يذبح حاجه ولا كل العنف 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 كيرا حاجه عنيفه, عنيفة قدامه ولا حاجه العنف موجوده ولا العنف ماهيش موجوده مره الدحنيس الدحنيس الحب الحب ولا الدحنيس فرق كبير الزوز كيف كيف خاطر الدحنيس ينجم يكون من غير حب فما الدحنيس كاغيس كاغيس برنامج برنامج عائلي اما الكاغيس تصير ينجم يواحد يدحنيس اي ينجم هكا من غير ما تشعر الدحنيس الحب والاحاسيس الحب والاحاسيس صحيح الحب موجود برافو مروه حمزه انت كل جمعه لحمك مشوك من اللي ترفيه قضايا حمزه حسب رايك اكثر حاجه تشوك لحمك ما نعرفش كيفاش يقولوها الكلمه كلي كي تبدا حاجه تتقزقز على تقزقيز حاجه ما تحملهاش اكلي على صبوره ولا على صوت مش ما تحملوش صوت ما تحملوش صوت ما تحملوش صوت ما تحملوش برافو اجابه ذكيه برشا جعفر نرجع لك الجعفر بابا ما تدخليش الشمع حاجه تشوك لك لحمك ما تمشيش تخسرهم خوف خوف لا لا تو ما تشاوروش تو الخوف بعد التشاور بعد نعرف لحظه عندك الخوف قلناه البرد قلناه الصوت ما تحملوش الغناء اي صوتي فطر الصوت جميل الغناء 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 شوفوا الغناء تسمع صوت مزيان ماهيش موجودة الغناء حضر روحكم كرونيكوريت بيكا مش موجودة صوت حنين بيكا باش نعاود لكم الكل توا بيكا بيكا الوقت عندك وقت باش تطلع البعد تأثر 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 حزن التأثر هي قالت التأثر التأثر من ايش كيفاش تتأثر من الأم عبد قريب لك تحبه تو كل ما توحش العباد بالأم وعبد قريب لك نشوفوا التأثر بالأم وعبد خسر الأورديناتور يفهم هذا أما أنا ما نفهمني أورديناتور أمانة خسر لبدن خذني الحساس ما نمشيو مع الكرونيكريت في بورد تعطيني إجابة إجابة تفهم ولا إجابة واحدة تفهمنا أنا وفريقي العزيز الحاجة اللي تقشعر البدن هي القرآن الكريم القرآن القرآن الكريم نتصور إجابة إن شاء الله المئات التونسي نسألناهم قالوا القرآن الكريم نشوفوا موجودة ولا القرآن الكريم موجودة برافو وثماني نقطة تمشي للقرآن الكريم ثماني نقطة تمشي حبوكم تسبقوا يا اخي مش
ربي باش تغيب علينا المعلومه نحبوكم تنسقوا ذكرهم بالسكور يا كريم ثم ربي صدمه الناس كل مصدومين حتى فريق الاعداد مصدوم السكور عمال وما زالش تصدم الكرونيكاريت 168 والمنافسين مازالوا تصفر فضيحه ما مصدومش مشكله كبيره نعبر سامحني انا عندي اقتراح الى اداره القناه تعيشكم اذا بكم كان تبدلوا ليزانيماتور نشدوا نحن بلايصهم ويقولوا لي كرني كرني عندنا الحصص اللي عندكم خليني اقرا ننظروا فيه ننظروا فيه ننظروا فيه ننظروا فيه انا متخيل في زياد المكي ينشط في الحقائق الاربع بدر بدر عندك طموح به والله خبز طموح به قالت لك مره ما تجاوب والله بعد اصفر لي عندك غادي ما نجمش نجاوبك سامحني لا مانش عزيزتي بانتو ان شاء الله توحشناكم يا خبزتنا عندكم اصفر ما زلتوا تتكلموا ما زلتوا تحكيوا في بلدكم اعمل هكا نورمالمون راكم اللوطه هكا والله تتخبطوا والله اسمع اسمع وفما اكبر رمز للصفر هاو راسه مدور هاو الرسم جعفر خسرتكم مرتين صراحه هو ونحب خسرتكم مرتين مره الشماع ومره تطلع على خالتها ربي يا مان خلينا نتكلموا معاهم كلمه ما قلنا معاهم شيء خليه يدافع خليه يدافع على روحه خليه يدافع زيت الكل ما قلناش معاهم كلمتي خليه يدافع خليهم يحكيوا خليهم يحكيوا خليه ليه عاد ليه تو بديت ننغر بالحق راه ماعادش عندي لحظه راهو خلينا نفسروا للراي العام ليه راه خلينا نفسروا للراي العام عنده صفر ويحب حبيب خلينا نفسروا للراي العام بالله خليه يفسر للراي العام بطلب من إدارة القناة قالوا لنا إجاوا سبقوهم في زوز أسئلة الأولى فهمتني ولا لا؟ عليه علاش غلطوا في الرأي العام إدارة القناة قالت زوز أسئلة الأولى سبقوهم فهمتني سبقناهم توا ها هو المشاهدين توا باش يدوخوا لو كان في الأسئلة الجايين هزوا معانا نقطة نقطة كل أخرى أنا أعطي واحدة ها هو وين الكاميرا؟ هاي لا لا بربي لا لا لو كان هزيتوا معانا نقطة توا خاطر سبقناكم جولتين لو كان هزيتوا معانا نقطة وقتها احنا على مراد الله والروح لا انت خسرت لحظة برك انت قلت الروح من بعد جيت لنا قلت الروح وهما قالوا لك مرة مانيش مروحين احكي على روح الروح بعد كان ما كنتش كان باش يهزوا معاكم النقاط كلهم باش يقولوا لك ديجاج يقولوا لك ريت وجمهور اوكي تفضل واضح جاك تفضل ورينا كلمتك ورينا امين معاف الكلام هذا انت انا موافق انا نقول لهم شوفوا برنامج اخر كان هذوما الاجابات نتاع تونس قعدت اجابه بركه حاجه تشوك الحم التونسي خلينا نشوفوا زعما شنو هذه الحاجه اللي تشوك الحم في المرتبه الثالثه مقرونه زريقه حادث موت لطف حادث موت اكسيدون عبد قدامه لحمه يشوك وربي يحمي الناس الكل هذوما اجابات التوانسه وصفقوا لي عليهم دوزيكيب وتوا باش نمشيو للسؤال الثالث والسؤال الثالث يجي بحذانا امين قارة وبيا زردي مرحبا بك بيو مع امين شوف لي حاجه اسهل جيت مع امين خويا بارتي صحيبه بيا الزردي وامين مالا طرح مرحبا بك بيو عيشك عيشك فرحان اللي وانا فرحانه ياسر اللي انا معاك برشا كيما نحبهم هم الناس الكل لا انا اكثر تحبني انت اكثر عشرة سنين باي مرحبا بك اسمح لك في النوار ربي يحليك ايامك شنو تحب تقول الامين قاره انت مقابلين بعض سيتا دير نقول له في العموم ولا على الليله تو صرف خذ راحتك ربحتك الليله عارفي ربحتك الليله اش نقول على خاطر الوالده نتاعك نحبها على الاخر شويه كل حاجه بشويه تو على خاطر الوالده نتاعك حشمني تو خاطر الوالده نتاعك نحبها على الاخر باش نربحك اطلبها ملا مين مستفز مين اعطاهم زريرق من اللي تخلى نمشي وتوا نشوفوا السؤال هذا يد القدام كي كالعاده السؤال هذا نشوفوا قداش فيه من اقتراح يا امين ركز راهم فاتوكم وجعفر باش يروح راهو كان غلطه هاي خليها في الوسط في ستة اقتراحات السؤال اللي يقول سمي سبب
يخلي الراجل ومرته ما يرقدوش. يرقدوش. تعرف الاسباب. ما كملتش. فهذه تجاوب هذاك. نزلت عارف. قولها جاوب. ما يرقدوش. تفضل جاوب. قلت ما يرقدوش. نزلت شويه. جاوب قانونيا. شنو هو السبب اللي خلي الراجل ومرته ما يرقدوش وبعد تا نكملوا السؤال. اه سبب ريحة تقيها. ريحة ثقيل. والسؤال يقول سمي سبب يخلي الراجل ومرته ما يرقدوش بحظة بعضها. شخير يا بني. ليه سي بون انت قلت ريحة ثقيل نعتبروها الإجابة نشوفوا ريحة ثقيل. شخير ها؟ شخير. ريحة ليه عادي زين. ميرسي زين. ماهيش موجودة. ماهيش موجودة ريحة ثقيل. شخير. شخير أمون قال شخير نشوفوا شخير. موجودة شخير. شخير من هكا شخير. موجودة نكملوا مع المنسقي انت جيوب بيا غالب كنت ريحة ثقيل. يا الأولاد ما عادش فيها الأولاد. مش توا يتشاوروا من بعد هدهود حاجة تخلي راجل ومرأة ما يرقدوش بحظة بعضهم. متعاركين. متعاركين سي سامبل هذه يعطيك السامبليسيتي في بلاد. متعاركين سامبل متعاركين في المرتبة الأولى متعاركين. متعاركين تبدا في بيت النوم هو في الصاله متنابزين مروه حاجه تخلي الراجل ومرته ما يرقدوش بحظة بعضهم. لوحم. نعم لوحم. تتوحم. هي الراجل يتوحم. مرته تتوحم ما يرقدش بجنبها. لوحم لوحم. ليه لوحم موجوده لوحم. حمزه حسب رايك حمزه حاجه تخلي الراجل ومرته ما يرقدوش بحظة بعضهم. هذه قاعده خويا مية انا خويا كريم انا مسالش لا انا مسالش مسالش كرونيكور انا لا مسال خليه مسال كيما خلطتوا مش وليتوا ملاشطين بالصبع حتى باش نصب له. اهو اهو اقسم بالله هذيك اللي من هوني اي سؤال جاوب في يمين وهذه زعيم قاعد يقول المروه ويقول لمين ماشي لعبه خذوا الفلوس خذوا نبيل نبيل نبيلة نبيلة خرجوا نبيلة عندك الحق ميقال ليه ليه عاد ليه زعل ليه عاد ليه زعل صريخ كريم الكريم هو ميقال وش بد حاجة مهمة هو يحكي تتحكم في كرونيكاريتك حتى ولا ايش نقول لك حاجه يعطيك حاجه مهمه برشا شو انا ناكد لك حاجه انه بيا وامينه وميقال ومعتها وكلهم معتها بالحق خيرين وغوري ربيهم الاخ ميقال ومش غريب عليه معتها هو قال له وصلوا بالصبه معتها هو امور واتساب ما يقدوا حد معتها ديجا معتها امور واتساب الاخ ميقال ومعتها امور واتساب الصبه معتها تجاوزت المحطات هيا ارجعوا عاد على خاطر على خاطر على خاطري انا يعطيكم الصحة تخش واسمع برجولة يسمع ما عادش اسمع امين حتى انتم ما نجمش نتحكم فيك ما عادش تتشاور امين حمزة البيبي انو عندهم بيبي عندهم بيبي محليل يا حمزة محليل حمزة قال عندهم بيبي شوفوا عندهم بيبي موجودة ولا صغار موجودة صغار نرجع لك جعفور جعفور هيا جعفور اعطيني الإجابة حاجة تخلي راجل ومرته ما يرقدوش بحظة بعضهم واحد منهم عنده الكورونا مرض كورونا المرض مرض الكورونا قال الكورونا مرض واحد منهم مريض ايش موجودة نقطة ضعف كبيرة جعفر اليوم فيك حسب واحد منهم مغروم بالتلفزة يتفرش التلفزة يقعد سهر وفي التلفزة ومرته تكب على راسه وترق التلفزة ولا العكس التلفزة ماهيش موجودة المية اللي سألناهم ما عندهمش تلفزة حضروا رواحكم كرونيكوريت أمون حسب رأيك كمان متعاركين عندهم صغار شخير لوحم ما نقعد نخمم ما نقعدوش على بعضهم به وخرج ياسر روح مخر خرج ياسر خرج ياسر خرج ياسر خرج ياسر ما بيتش في الدار هاي كلولة غلطة نمشيو للكرونيكوريت اعطيني اجابه واحده اي اعطيني الاجابه ملا حلقه ذي ملا حلقه الاجابه تاعنا نحن سهله برشا الخدمه تخليه ما يروحش للدار خدمه بالليل نشوفوا موجوده ولا الخدمه بالليل 84 نقطه تمشي لليزانيماتور المنسقين رجعنا دكتور دوماما يفلق توا جعفر
حبي 84 نقطة مشيت للمناستير. يظهر لي التقنية اللي حكي عليها جعفر يظهر لي صحيحة. سبقوهم سبقوهم وبداوا نحب خاطره هو بدا من الاول كان نقطة الضعف جعفر وما زلت ولا زال ولا أزال. شوفوا التوانسة اش قالوا. أنا بدي نحب نعرف شنو هي السبب في المرتبة الثالثة. رجلها مات. متعاركين الخيانة ينجم متعاركين ويخون. انت بلاي بيتوا في الصالة وجاوبوا برسم بيتوا في الصالة وجاوبوا. توانسة بس أنهم فما 11 قالوا الخيانة ماهوش بيت بحذا مرته معناها بيت بحذا برا معناها متعاركين على شنيا على البقلاوة في المرتبة. ليه نجموا يتعارفوا على المصروف؟ هذوما اجابات التوانسه. احنا نسالوا 100 تونسي اللي فما شكون يقولوا الخيانه فما شكون يقول لك متعاركين. ناخذهم كيف ما هما ما نبدلوا فيهم حتى شيء. في المرتبه السادسه عندهم ضياف والا مشاو ضياف. هذا ايش قالوا التوانسه؟ ما يرقدوش خمسه توانسه ساعات معناها كوبل يمشيو ضياف لبلاصه ما ينجمش يقعد هو مرته مرتاحين. مرته ترقد في بلاصه وهو يرقد في بلاصه. هذوما الاجابات. برافو لي شامبيون. ربي نشكر نشكر زملائي بالطبيعة. برافو لي شامبيون. أنا فخور بكم لدرجة لا توصف. وهذه البداية ما زال وسنواصل رغم الهرسلة. سنواصل رغم الهرسلة. جعفر من اللي جاي يحكي نقطة الضعف معطيها حتى إجابة صحيحة. نعم ربي حبيت جوست أنكور ونحن استراتيجي نتاعنا سهلة برشا معناتها تبارك الله نخدموا مع بعضنا كل شيء. قلنا باش يقعد عندهم صفر غاديك على الأقل خلينا يربحوا مرة شوقوا مرة فهمتك هاو ما سيتو معناتها يوفا عطيتو اسامي كبار هكايا وصفر لوطا ماهيش حاجه دونك ما كان يسالش على خاطركم. زياد خلينا نعملوا في تقنيه شوق وذوق ولا ذكر شوق وذوق. عندنا لكم سيربريز ساده المشاهدين وانتم زياد كرونيكوريت والمناشدين عندنا لكم سيربريز هبال. نستقبلوا الفنانه الرقيقه الجميله ايمان الشريف. مرحبا بك امونه. مرحبا بك. محليها روح محليها دخلت كليغونس والدنيا وزين. تصفيق اخر على امونه الجميله. ميرسي ميرسي لكم الكل. اول مره نحضر وكنا ملمومين فرد بلاتو. اول مره نحضر واحنا ملمومين فرد بلاتو. ايزي امين سوا جونتشي امين. فرحانه برشا بكم الكل على خاطر هذه لا فامي الحوار. Donc les chroniqueurs, les animateurs et surtout Ma Karim li ana nhabou barcha. Je te félicite على l'émission تاعك و ان شاء الله توينس اللي تفرجوا فينا الكل تكون الحلقه خفيفه عليهم ان شاء الله. ان شاء الله انا ما جيتش ديفيرغ اليوم. انا ايمن شريف و سيكام اليوم بالكاسكيت امباسادريس سيكام باش نفرح بكم الناس الكل وباش نذوقكم الماكله البنينه. لي توست نتاعنا بهريس سيكام. لي توست فما دي بيتزا بالصوص بيتزا. فما دي توست اوسي فيهم الطماطم الفرشكه المقشره والمقصوصه والبنينه. ميرسي سيكام. نستقبلوا الناس نتاعنا. هام لي سيربريز. ميرسي سيكام. مرحبا بك. ليديز فيرست ليديز فيرست ليديز فيرست. وتقولوا ما تقولوا كان ما فرحش بينا في البرنامج نجيبوكم ونعشيوكم. اعطيونا رايكم. ذوقوا اعطيونا رايكم. زيدوهم زيدوهم زيدوهم. غنذوق اخي انا. انت انت. يا دنيا خويا. حطوا سيرتو قدام ميغالو. يعطيكم الصحة البنات حاجة عالمية على الأخر. تصفيق على سيكام. واليوم حتى في جو راس العام كريم ينجموا نساء في الدار يعملوا دي توست ما ياخذوش برشا وقت خفيفة وبنينة وتخليك تعدي سهرية مع عائلتك وتاكل بطماطم سيكام وهريسة سيكام وقوتنا في هريستنا. خليني نقول كلمة
والله مش على خاطر هكا ما اللي يفرجوا ساعات يقولك خاطر بيبليسيتي ولا حاجة. والله والله نحكي في كلام بالحق، حاجة بنينة على الأخر وموزوزة وبنينة وتتعمل حتى اللي طارت يتعاملوا معناها هكا العائلات اللي يتفرجوا بار اكزومبل ما يقعدوش هكا سوكي سكتوا لبدوا ديجا غطسوا ما يقعدوش هكا اللي يقولك تبخل باش طيب العشاء تعمل لرجلها ولا لعائلتها حاجات خفيف بطماطم وهريسه سيكام بنينه مش نورمال ومالا سربريز يعطيك الصحه مش نورمال. وانت يا وكريم نحب نقول اللي شعب الهريسه هو الشعب التونسي الكل من بزارة للبرمة على خاطر فماش دار ما فيهاش هريسة سيكام وقوتنا في هريستنا. قوتنا في هريستنا ونعرف برشا أنا نعرف برشا من صحابي اللي ياكلوا الحار وساعات نمشيوا هكا نمشيوا العطار ياخذوا حكة ولا حاجة يجي يقول لك الهريسة هذه مش حارة وهذه حارة. اللي يحب الحار ويعشق الحار عندك هريسة سيكام حاجة محرحرة موزوزة بالكدا ومفوحة بالباهي وفما زادة طماطم سيكام بيوت تشقاو ربي. نحب نسأل مين قالوا مفوحة سيغتو قلت بيوت احنا نسي نحبوا الحاجة اللي حاضرة باش مفوحة دونك التوست هذايا فيها لاريسة مفوحة حاضرة باش صحة صحة زادة شوية زيتون وتزينة ممكن تجي مزيانة وأي ماكلة تجي قدامك تولي بنينة. أنا نحب نقول حاجة فما شكون حتى الصحن قدامه وش باش نحكي لكم الرما هي الرما بنينا سيكام ولا والله تبي يعطيهم الصحة هو اللي يختص جعفر من بكري جعفر مش كنت مروح يا جعفر تحرشها في وقتها برجولة يا جعفر يا كريم بالله مش كان مروح هذا كان مروح يبروح حتى الببليك ماذا بيا زادة تعطيوهم باش ياكلوا ويذوقوا البنة تعطيو للببليك زادة تعطيو للببليك بعد في البوست بعد في البوست نعطيو للببليك يعطيك الصحة يعطيك الصحة إيمان والله العظيم حاجة بنينة برشا وحاجة خفيفة على الآخر وأكيد سيكام تعرفوها ماهيش جديدة عليكم كان بكي باش نشكروا لكم سيكام برك الله تاريخ وسنين الله من اللي قبل ما نتولد 50 سنة تاريخ سيكام سيكام معناها ما تستناش فيا أنا باش نحكي عليها ولا احنا باش نحكي عليها حاجة بنينة على الآخر حاجة ناجحة برشا هذاك علاش نقول للتوانسة اللي يحبوا الحار ولا اللي الحاجات حتى الطماطم والكل عليكم بهريسة سيكام وميرسي إيمان على السربريز اللي عملتها تحريشة جات في وقتها كنا عاملين جو هكا وشيخين في حكاية أخرى ودرشناية وكذا وجعفر يحب يروح جعفر سالي عني بيه كله غطسوا في الماكلة نحاول نرسم البرنامج وشدوا في الماكلة ولا يا بنينة ولا يا ميرسي خلوني جعفور شتحب تقول ولا يا ميرسي يعطيكم الصحة بنينة صافي بليزير والله صافي بليزير و ندل على شيء نو في عقلك شوف ساعات خليه يعبر خليه يهضم وش يعبر جيب وقت تعبنا ضحينا 84 نقطة 162 لهنا استراحة المحارب ميرسي بوكو سي كامل ميرسي بوكو سي كامل قالوا لي فريق الأعداد اللي محضرة عندك حاجة محضرتها عندك غناية باش نغنيو كربت نحب الكربت هذا اش يعشق الكربت نحبوا الكربت يلا ما بعدنا نغنيو لعبوا جو مع إيمان الشريف خذ راحتك أمونة ما تقدم قوتنا في هريستنا برافو سيكام برافو سيكام برافو إيمان الشريف برافو سيكام وبرافو إيمان الشريف وراها مش برافو معناها هكا ما خدت خاطر بالحق بنينة على الآخر الماكلة وأنت أعطيتنا روح محلاها وأعطيتنا جو في البلاتو إيمان نحب نقول خير تمنياتك للعام الجديد إن شاء الله يا ربي كمان كل شي تحب إن شاء الله يا ربي هالكورونا هذه تبعد علينا وترجع أياماتنا وزهونا وجونا
والحفلات نتاعنا يعني البون هومور وليزونت بوزيتيف على خاطر التونسي شعب مفلفل وشعب لهريسه. ميرسي مان الشريف. ميرسي سيكام. نشوفوا مع بعضنا في ديار سيكام. ميرسي سيكام. سيكام قوتنا في هريستنا. نكملوا مسابقتنا، نمشيو توا للسؤال الرابع، والسؤال الرابع يجيب حذانا هادي زعيم ومصطفى حواس. مصطفى مرحبا بك. عايش كريم، عايش. شنو يا عامل مصطفى؟ والله تحب تقول قدامك هدهود؟ مش عندي شو نقول، عندي ما نقول، انا نحب نقول حاجه بركه، خاطر من قبيله قاعدين زعما نكلاشيو ونفادي الكل، اما نحب نقول حاجه رد اعتبار، خاطر جعفر عنده فضل عليا، امين قارة عنده فضل عليا، هادي عنده فضل عليا، اللي خدمت معاهم توا نضال الكل عنده فضل عليا، وانا زاد خدمتي عندها فضل عليا، دونك ميرسي بوكو ليكم انتوما، راهو سي غراس ا فو قاعدين. ونختي زادا لي كرونيكور اللي حبيت نعمل شويه حاجات حل لغه خشبيه. ميرسي بيكا. ما قالش اسمي. ما صفقتش. بيكيت بيان سور. ميرسي ستوفا. الانسان. بالله لحظه. ركن يستوعب. هما واضحين الفضل بتاع بيكا عليك شنو هيش باش يكون. انا ما قلتش بيكا اصلا. شنو فضلك عليا؟ شنو فضلك عليا؟ حبيت تقول اسمي. تحب تقول سماها كمان سماها. لا عندها حد فيك الحمى شوك المقبيلة من الحمى شوك هذه زادة شوك الحمى هدود مرحبا بك هدود منور هدود حسنيك هدود ولو حسنيك هدود وجيت بحذانا هدود أقوى محاور برامج في تونس حسب رأيي أنا حسب رأي برشا حسب رأي في الحوارات كما أمين قارة كما قال عليه كفور قال بوليفالون الوحيد اللي نجم بالحق معناه يخدم يخدم برنامج ترفيهي هكا فيه طاوله برنامج سياسي برنامج بتاع كوره برك عادي يجيب يدخل في مراد الدعمي وما فيولا تخرجوا حمزه بالطبيعه برامجك الحقائق والكل جعفر جعفر غني عن التعريف في مسابقات في برامج اجتماعيه في التمثيل جعفر ديما موجود صفقوا لي على جعفر مروه في الاناقه وفي الجمال والدنيا توسكي مود ودنيا وبيكا في الصغيرات روحها خفيفه محلاكم الكل تصفيق على زاني ماتير هدهود شنو تحب تقول المصطفى تحب تجاوب ولا على تحب نتمنى يكون عنده قلب ويربح اون فافوا تحبوا هو يربح نتمنى يكون عنده قلب ويربح ياسر روح رياضية هذا اليوم نشوفوا السؤال الرابع قديش فيه من من اقتراح السؤال فيه ستة اقتراحات السؤال يقول شنية الحاجة اللي المرأة تعرف الراجل بالزبط ما كملت جاوب هذه انت جاوبت قبل شنية الحاجة اللي المرأة تعرف الراجل شهريته خلينا نكمل نحسبها شهريته اما خلينا نكمل السؤال لا نعاودوا كمل لا خلينا نكمل السؤال هذا باش نكمل جوابك باش تكمل روحك شنو هي الحاجه اللي المراه تعرف الراجل فاشل فيها هذه قال شهريته خلينا نشوفوا شهريته حاجه اللي المراه تعرف الراجل فاشل فيها وبربي نعاودوا نجاوبوا كان كي نكمل السؤال الحاجه ما تنجمش تكون هادي خاطر نزل قبل ما يتكلم حد كان هما مصطفى الحاجه التطيب الماكله التطيب قال مصطفى التطيب نشوفوا التطيب موجوده ولا التطيب
نكمل معاه الكرونيكات. امينة نكملوا معاه الكرونيكات. شكون ماهي مشتون يا زياد؟ امينة حاجة المرأة تعرف اللي الراجل فاشل فيها. الكلام لحلو. الكلام لحلو. الراجل فاشل في الكلام. اي على الاخر ما عندوش. ونسيها باهين انتم كلامكم محلو يقتل. الكلام لحلو قالت امينة. المشاعر الكلام لحلو. الكلام لحلو التعبير على مشاعر وهي بيدها. ميجا ميجا يا زياد. كمل ميجا له حاجة المرأة تعرف اللي الراجل فاشل فيها. ها؟ ايه كان في مخك. شنو هي؟ اعطيني جيب عندك وقت راه. ما نجمش تقولها ما تسوي. باهي اللبسه اللبسه ما اللبسه قال اللبسه. اما انا نقصد حاجه اخرى. لا تربحك ولا اللبسه قال اللبسه. قلت اللبسه انتم قلت لبسه. لبسه موجودة اللبسة. تبش نساء معناها الراجل ما ينجمش ذوقه خايف تبش نساء. منال سامحني نحترموا بعضنا سامحني منال. القاضية. القاضية. ها لوجيك اللبسة. القاضية نشوف القاضية الراجل فاشل في القاضية. قاضية الدار موجودة زيدون. حاجة المرأة تعرف اللي الراجل فاشل فيها. العلاقات. العلاقات. معناتها ماهوش فسيح مع الجيران وكل ديما مكملش العلاقات على العلاقات العلاقات في الراجل فاشل في العلاقات مع فسيح مع الجيران يقول في عبارات ما فهمتهاش ماهيش موجوده بيا المصروف المصروف صح زيد فاشل في العلاقات صحيت امين في المصروف المصروف الشحة الشحة المصروف نشوفوا المصروف موجوده ولا المصروف قالت بيا مش موجودة حضر رواحكم ليزانيماتور مصطفى حاجة فاشلة تربية الصغار تربية الصغار الراجل فاشل في تربية الصغار قال مصطفى تربية الصغار تربية الصغار اللهوة بالصغار اللهوة بالصغار قاعدة تلكم إجابة ورك سيبوه سيبوه من بكري تتشاركوا ليه ليه ولا تقاوة شو اسمه كمل انت يا بنت في الـ في الـ في الحب وحدة خليها وحدة في الحب في الحب في الحب فاشل في الحب نشوفه فاشل في الحب صور الحب موجودة ودي الصغار تمشي للكرونيكا هناك برافو يا حبيبي صح سامحوني زملائي ما يقول يقول مرتاز مرتاز يقول يا عفو عفو على زمان كل واحد يحكي معنا خليهم الاستفزاز خذ راحتك خذ راحتك هما 68 هكا هو 68 بعد يشوفوا وين البوان كوما بيناتنا عندنا 8 هكا هو اما الايجابيه بعد عليكم 300 بوان معنا لحظه برك جعفر جعفر قال كان ياخذوا نقطه معنا باش نروح شوفوا عند كلمته ولا لحظة لحظة الأولاد لا باش قول كلمة لا باش قول كلمة باش تكسر ديك احنا ما نسالوش فيك يا جعفر نعرف نعرف احنا ما نقولوش انت جعفر اجا بحذان من با جاوبوا معانا في لحظة باش قول حاجة انا خويا اللوم عليك انت وقع ثلبي في برنامجك هذا السيد هذا قال لي ديجاج ديجاج احنا ما خذيناش حتى فرصة باش نجاوب قلت لهنا والله نحكي صدقا ناكلوا في كلاريسو اللي هي بنينة والله العظيم كل صراع معناها نعطيوها فرصة أخرى والله قول لك والله مشخشب والله عندي صدق كريم كريم يعيش كريم يعني نحب نهديو له كريم باش نحبوا نهديو له أغنية 3 2 1 جو وي ويل وي ويل زلتنا بها وي ويل منال عمار حافظ اغنيه بالانجليزي زلتنا بها سيبوا ناس بليز سامحني كريم كريم هكا هكا بركا كامبيوني كامبيوني اولي 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 زيد زيد بس بالحق كاميرا تمشي له مش تستفز في المباشر تمشي له لا 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 انت فما صغار تفرج تجاوب غلط تروح دونك تقدير الاولاد الصغار يتفرجوا فيك مش ما تعلمهمش سامحوني تبلعيت تروح هلكم حاجه والله طور بيه يا اخويا انا شرفني انا اي روح روح مش شرفني روح هكا ما قلتش روح جعفر خويا كتبدا في كتبدا في داره روح مرحبا بيك خويا في داري مرحبا بيك اقعد جعفر اقعد جعفر مرحبا بيك يا خويا مرحبا بيك يا خويا اقعد ربنا
بيكم ياخذ بس نعطيه فرصه شوف محل قلوبهم الكل سخطوا بيا قالت ميسيس فرصه بركه جعفر ايه الجمهور هذا اللي من انت مش ياخذوا يزيدوا يجابوا اجابه اخرى صحيحه تروح باهي وفي الموضوع انا نقول لك اسمع كريم كريم اكل بنيه فيك تسخف في وسطهم هي تبع معاها نحبكم على اخر ما يدالي كيف نتاعي اليوم مش قلت لي انت قلت لي عيط لي ياخذوا برشا ياخذوا برشا فاشلين خلينا نمشيو احنا علاش احنا علاش نسابقوا نستبقوا في الاحداث ينجموا يخلطوا ينجموا يخلطوا عليكم نشوفوا نبص عليهم تعرف وقتاش باش يصير الاحتفال نتاعكم مش البرنامج فما الاحتفال قبل الجولة الأولى نشوفوا الجولة الأولى الكل ستة من الناس تجاوبوا قداش باش يجي سكور على جي سكور يضحك سابقينهم ياسر وقتها استفزوا للصباح كما تحبوا ينجموا يخلطوا عليكم شوية نمشي توا للسؤال الخامس السؤال الخامس باش يجيب حذانا مروة وأمينة مرحبا بك أمينة ميرسي ألو باب باب يتنهد يتنهد على شنو باب باب بالضبط جمهوري العزيز على مينا ولا على مروه زوز 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 برنامج برنامج عالي يتنهد باب باب يقول فيها مش جوال محليكم خاطر محليكم عايشك خاطر محليكم مرحبا بك يا مونا ميرسي كرومه محلينا بحذيك عايشك محليكم نورتوني والله فرحان برشا انا والله يا مينا فرحان متصور حتى احنا والله باش نبكي اعطينا سؤال بركي الوحيد قال لي زياد اش يتحرك ريز ريز يا زياد حشمت مرحبا بك مروه اش عندك جديد مروه شنو امورك لا ناشط على الانستغرام كالعاده 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 عندنا سيزون جديده ان شاء الله تكون ناجحه كيما اللي قبلها ان شاء الله اخي وكها وهاني اليوم بحكي كان نقول لك اختار واحد من الضيوف نتاعنا الكل لهنا تجيبوا للبرنامج شكون وشنو يتقتلوا بالضبط لا الكلهم تبارك الله عليهم اي نعرف لا 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 كلهم تبارك الله عليهم معناها اللي جاوك البرنامج كريم لقت نظام بالله كريم لا لا ما احنا جماعه يا كريم وديما نبدلوا ونجددوا لقت نظام خويا كريم تو سؤال سالتونا هذا وما خليوا حاجه ما عملوهاش بزاف باش تعمل نجم تعمل كان شي حاجه راهو مزيان حتى لاخرة العمر هذاك تلعب ما نحكي لك الجماعه كل شيء عاملين انا عمر ما فهمتش امينه كيفاش تقيم تجربتك لا نحكي عن مراسلين مش نحكي شنو الحاجات شنو الحاجات الباهيه في جودي تو شنو الحاجات اللي ما عجبوكش جودي تو كله عسل عسل كل شيء مريض كل شيء مريض واحلى ما واحلى واحلى ما في جودي تو احلى ما في جودي تو لي كرونيك امين كارا اوه ريت في امونا تعرف اش تعمل امينه خذت كرونيكولات بعد قالت امين كارا في نشوفوا صار السؤال الخامس قداش فيه من اختراح صعبت عليك السؤال الخامس تبارك الله فيه ثمانية اقتراحات سمي اخذ العصفوره هذه سمي لازم نكمل السؤال سمي مرادف باللهجه التونسيه مرادف الكلمه ناكل مره بالكلمه التونسيه هاي مرادف الكلمه ناكل نرهج لا صباح ليه عاد ليه عاد ليه برشا خايبه برشا الكلمه مره خايبه برشا قلا قلا راه جعفر نرجع للفار قول قول شو تحب قول شو تحب مره الرم الرم مش خايب الرم مراد في كلمة ناكل الرم. موجود الرم، رم وجهك حالة، موجود الرم. مرة مروة تبارك الله عليك مروة. اسمع هذين فيهاش نتشاوروا، قالوا لكم هذين فيهاش نتشاوروا والآخرين بعد شيء. حمزة حمزة حسب رأيك شناهي مراد في كلمة ناكل؟ سامحوني ما فما نرهج مثلا. نرهج 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 من لغتنا التونسيه عادي لهجت نرهج شوفوا نرهج وجود حمزه خايب نسيان ستيما كلامك محليه خدرتني بنرهج معناها على جعفور جعفور راك ملي جيت وانت مخسرهم برجو لي لازمك باش نقول كلمه وان شاء الله اخويا ورابط الحظ وما هي الا لعبه وجاي نلعب شي غالطه باز غالطك العاده امام امام قال هكا جعفر ماشي يعطيها كلمة إمام خرجت إمام من فمه كلها سنة إمام 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 عاش عندك قول لك إمام ماهيش موجودة حضروا رواحكم حضروا رواحكم كلينيكيرات هم هامة
نهمهم نهمهم نسطح 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 في البيت اللي تجي نسطح ولا نهمهم ما تجيش نهمهم نهمهم ولا نسطح نبعث نهمهم نهمهم قالت الهمهم نسطح خير يا بيك انا ما نقوليش نسطح نهمهم فريق العاديات قال لكم ثبتوا عطاكم نبعث سبعه نسطح نسطح نبعث نسطح 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 موجوده ولا نسطح امان بربي موجوده عايش خويا بربي نسطح ليه فريق موجوده نكمل مع الكرونيكرات والله سهل السؤال سهل سهل السؤال هي ثلاثة غلطي ثلاثة غلطي كرونيكرات يعطيني الإجابة الإجابة يعني سهلة برشا ونسلموا عليه برشا نعم عندكم وقت اعطيوني اجابه معنا واحده اجابه واحده هكا اجابه واحده الاجابه نتاعنا هي يدمق ندمق ندمق موجوده ولا يدمق ندمق يمخمخ يدمق يعمل موجوده في المطبخ الثاني سهل ندمق و48 نقطه تمشي للكرونيكات صحيت برافو برافو لعبة دمك دمك هادي قال لي مامي والله يا بابا برجوري بني أمازيغية الكلمة أمازيغية الكلمة أمازيغية أسمع لمية اللي سألناها بتنجم تكون صحيحة من لمية اللي سألناها ما قالوش مام اخدرني حمزة بيرهج ما تكلموش قالوا لكم مع بعضكم خلينا نشوفوا ساعة في المرتبة الثالثة شنو هي الإجابة في المرتبة الثالثة نسخات انا واحد نسمع بها ما نسخات نسخات فيه توازى قالوا توازى قالوا نسخات في المرتبه الرابعه 30 و18 مخمخ معروف يقول لك كنت مخمخ وراجل وكيل مخمخ في المرتبه الخامسه نعطيها توانسة فما عشرة فما يقول لك نعطيها هكا وفما يقول لك فما يقول لك نعطيها صحن مقرونة ولا نعطيها كسكروت وفما اللي يقول حاجة أخرى كسكروت صح فلبلابي في المرتبة السابعة يالف 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 عتروس يالف يالف صحيح سبعة توانسة قالوا يالف برافو ميقال يعطيك الصحة ولا فكي ميقال هذا كلام اسمه مش يعرف تريح في المرتبة السابعة فما تريح زيد نبعث نعمل نعمل طرح يقول لك تمشي نعمل هذوما ديما نستعملهم انا الشون اكسيكال جاتنا غريبة واحد يقول لك نمشي نعمل طرحة قد ولا طرحة طرحة هكا مشوى في المرتبة الثامنة نبعث نرهج نبعث ويعطيكم الصحة 316 نقطة للكرونيكورين للأسف 84 نقطة لزملاء المنافسين كريم أنا نعذر ليكيب نتاع ليزانيماتور على خاطر كيما يقول خونا الهادي هذا كلام زقاق ياسر عليكم أنتوما ولذا نربحوا نحن الطرح استفزاز كبير نحب نفكر السادة المشاهدين ونفكركم اللي راهم مازال ما ربح حد يا جعفر اللي باش تحب تروح خسرنا راهم مازال لا مازال جولة وجينا باش نخسروا مازال جولة ثانية كاملة وجينا باش نخسروا نحب نروح عرفنا التقرير تاعك توا باش نمشيو نمشيو توا للسؤال السادس السؤال السادس هو حمزة جاء حمزة امشي حمزة اللي قالوا اجاوب علينا حمزة نفكر السادة المشاهدين تنجموا تبعثوا مع 85811 مع 85811 وتنجموا تربحوا شطر الفلوس اللي باش تتلم اليوم كم ايش يا جعفر ربي سامحني سيد المنشط هذا كله عملنا انت صديقي حمزة انا يقول كلامي لحظة باش تعرفوا لي انا اللي يقولوا كلامي يصير نعطيكم توقعات حتى 2021 انت صديقي حمزة كم يربحش توا تروحوا تروحوا روحوا اوصل في خاطر خير واحد اوصل نسيم سلابيم اتفرج توا في العرض طرش 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 نحن في جودي تو عندنا محسن عيفة شافنا في البلاورة نتاعنا وقال لنا اللي نحن توا باش نربحوا بلاورتنا الستة بيان سي العيفة شوف زميلي زميلي قدر فيها شعرها كهو اغزل شعر عملت له اغزل لي اختي انتوا حمزة وين مرشوم اعطيني كمان نرشم 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 هاي مرشوم انا هنا لو كان حمزة تو يا ودي باش ندوخوا في حمزة تو تشوف كيفاه استنى تو تشوف كيفاه كوراج كوراج خلينا نشوفوا منين كلامها صحيح ولا جعفر كلامها صحيح اسمع زاد
عطاك مسؤولية كبيرة. دلوم بيليك دلوم. مسؤولية كبيرة. شنو تحب تقول أنت حمزة الجعفر؟ كدي تبروتيج. تحب تشكروا على المسؤولية. نشكروا على الثقة. قل له مام بابا مام مام. مقعد مام بابا. مام حبيبي. إن شاء الله نكون قد الثقة بتاع فريق المنشطين. إن شاء الله يا حمزة إن شاء الله. اللي قالوا الكلام اللي قالوا جعفر الكل انت تاخذوا معنا اعتبار ما جابوش هذه هذه رقص الديك المذبوح جعفر بقير يعني رقص البقير المذبوح هذه يقولوا حمزه خذ يبثاي حاضر حتى يريدوا داخل بعضه قبيله مو ولا غير من شعرها ما يسيرش انا نحسد ونقدوا على حواجبه نمشيو توا للسؤال السادس. السادس. السؤال السادس راهو مهم على. إن شاء الله زيد. على الآخر السؤال السادس. قداش فيه؟ قداش فيه؟ جعفر عطاك مسؤولية كبيرة. تونس كلمة سنة فيك، كان تخزن في السؤال هذاك كل شيء. تحفي في المال. حمزة البنون. هاي حمزة مرشومة عليه. هاي حمزة لو كان أنا. هاي مرشومة عليه. لو كان أنت تنزل. مرشومة. جعفر قال مرشومة لهنا نشوفوا. السؤال السادس. قداش فيه؟ نشوفوا قداش فيه من اقتراح السؤال السادس 10 ويستحق تخدم بوك برافو حمزه برافو حمزه سورتو سؤال في اختصاصك انت يا منال السؤال هذا ايوا سمي غنايه فيها كلمه بنت بنت ميجا يا بنت السلطان يا بنت ميجا قال يا بنت السلطان شوفوا يا بنت السلطان ما تعاونوش بعضكم يا بنت السلطان نشوفوا يا بنت السلطان موجوده ولا يا بنت السلطان حكني على الغلبة وحد المية في ايديك يا حلوة وانا ماشي عطشان يا بنت السلطان حكني على الغلبة وحد المية في ايديك حطونا وانا ماشي عطشان يا بنت السلطان حكني على الغلبة وحد المية في ايديك وراغب حمزة وين مشيت نجم تجاوب إجابة في المرتبة الأولى زيد نجم تجاوب إجابة ميجا يا ميجا يا ميجا ميجالو ميجالو مازال مازال مشيت آه باش نتصور كي تبرشا بنات لا لا بيكا لا بيكا لا لا بيكا لا أنت تلعب ميجالو وحده حمزة وحده جعفر وحده كل واحد يحاول هي غادي اللعب كي تكلموا فوق بعضكم تولي فاضي ما يتفهمش برب نحاولوا ما يسالش معناها كل واحد يعصر مخ وقتاش تتشاوروا وقتك نقول أنا حضر روحكم أنا جاي واضح واضح هذيك الفصل ميقال وقال بنت السلطان انت حسب رايك شنو هي الاجابه يا حمزه بنت الجيران بنت الجيران نجم تغنينا منها شويه لا بنت الجيران فار عطاوك الاجابه لا 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 ما يعرفهاش حتى غنيت شكون يا كريم ما يعرفهاش انا غنيت شكون بنت الجيران ما ترافيك فما ترافيك لا ما نعرفهاش غنيت شكون ما مش دخل نعرفها غنيت شكون ماهوش سؤال ماهوش سؤال ارجع زياد ماهوش السؤال لا لا فهميش بنت الجيران قال يا بنت الجيران شوفوا يا بنت الجيران ولا بنت الجيراني بنت الجيراني هذيك هي بنت الجيران ابوكي وصاني قال بنت الجيران لا قال بنت ال كملوا مع حمزه العزيز وحقق الاربعه وكمل نورمال انا حمزه يكتب في الفتيات لحظة برك حمزة أنت في الحقيقة ديما في برامجك تكشف في الفساد وي لحظة برك حمزة ديما تكشف في الفساد وي وي في الحقيقة ديما في برامجك ديما تكشف في الفساد أنت قلت يا بنتي الجيراني تاع أبوك وصاني سمعت يا بنت الجيران شغلاني معناها نعتبروها صحيح نعتبروها صحيح نعتبروها صحيح جعفر غناية فيها كلمة بنت اولا نشكر زميلي حمزه لانه كان متميز اسمع لحتي نعدك وقت بنت الحي يا وخياني تكوي كاي قبر الغاي لا خياني ضلاتا بنت الحي نشوفه موجودة ولا بنت الحي بنت الحي يا وخياني تكوي كاي هذه فقط عملية غش شنو لقيت الأخت والكرونيكوزة الموقرة من العمارة تغش تكتب على جوجل بنت
اغنيه بنت استنى وقت اللي لحظه وقت اللي الفنان وهو قدوه ويحمل الرساله يتشد بالكمشة هيد صبعك هيد رساله هل بصمتك يا بنت هنشوفوا هاك يجي صحيح ولا المتهم الموالي هنشوفوا صحيح ولا ماهوش تليفوني ماهوش تليفوني شكون تليفون شكون ما نعرفش ما تسمعش نجاوب حدانا راهم في الريجي قاعدين يتشاوروا تو لازموا يحل هذا التليفون ونشوفوا كان لقاوها دخل كان دخل لهنا 100 نقطة فوالا اجا فسالني ساعة شوف انا ساعة عندي بكري مثلا سي حمزة عطاوها غنية بنت الجيران وهو ما يعرفش بكلو نعرف شكون من غاديكا اللي عطاها لا احنا تو نحكيو على التليفونات صحيح خليك خذ راحتك شنو الاقتراح؟ شنو الاقتراح؟ انا ال 100 نقطه ما نخسرهمش مستعد اللي تليفونه قسله سبعه وما نعطيش 100 نقطه لحظه بركه فريق اسمعني سامحني بالله فريق العداد قالوا باش نرجعوا للفار سامحني بركه ليه انا اذا كان توما فريمون مستحقين ل 100 نقطه انا مستعد انا فريق تاعنا باش نعطيهم لا نحن هذه للعبره للرساله للعبره باش نقولوا الغش راه ما يجيش لحظه بارك باش نمشيو توا فريق العداد قالوا لنا اللي في عندهم في الفار باش نشوفوا اسكو التليفون كي تجبد كانت تلقى فيها على انستغرام خلينا نشوفوا فما غش ولا بنت شو كان يطلع فما غش ل 100 نقطة باش تمشي له واضح؟ واضح باهي مش عملوا فار على مروة وهيدي قاعدين يحكوا بعض انا نحكيو احنا برا منهم فما غش فريق العداد معناها فما غش متكون من خيرة ما فما من روسيا من كوريا من برشا محللين شافوا معناها للاسف الشديد حافظ احمد نوري ايناس كلهم ما عندهمش حتى مشكله معاكم قالوا فما غش ليه من عندك ورينا غش والمئه النقطه باش تمشي للمناشدي بالحلال والله بالحرام لحظة بارك 100 نقطة مشيت المناشدين فريق العداد شافوكم عطينا ورينا في الفار شافوا برشا وقت تحبوا تسهروا تحبوا تسهروا احنا قلنا منافسة نزيهة شيم اون يو ما نتناقشوش مع الحكم ما كان شامينا ستار فار واحنا اعطيوني كلمات باش نعرفوا انتم رابحين وانتم خير اعطيوهم اجابات غنيات فيهم كلمة بنت يا بنت الفلاح يا بنت الفلاح موجودة ولا يا بنت الفلاح موجودة ولا يا بنت الفلاح موجودة يا بنت الفلاح يا بنت الفلاح يا حليلي من عيني يا بنت الفلاح يا حليلي من عيني بنت الهنشير بنت الهنشير زينة بنت زينة يا بنت الهنشير زينة هذيك هاي مش لازم العنوان بنت الهنشير كلمة بنت في غناية تكون بنت الهنشير زينة يا بنت الهنشير يا بنت الهنشير يا بنت الغلة والشجرة بنت القمح وبنت الشعير بنت الشمس وبنت القمرة خيرك عندكم إجابات أخرى هي عيونها لأمي بنت الشلبية بنت الشلبية موجودة ولا بنت الشلبية عيونها لوزيه حبك من قلبي وانت يا عينيا اشتعدوا رايا الغشاش نتبارك له هاي اخرى اسمها بنت الموبايل ما عندكمش حاجة أخرى ما عندكمش بربي لحظة برص أمك لحظة برص أمامتكم لحظة جيراني فما واحدة بالليل لا لحظة أختي يا بنت الجيراني أختي أخرى من عربي عيني جيراني أبوكي وصاني الذهب ما تعملني يا بنت الجيراني أبوكي وصاني نشوفوها موجودة ولا بنت الجيراني أبوكي وصاني ليش مصلحة ولا للنقل ماهيش موجودة مثال 96 نقطة مشيت للمناشدين برافو كم
نكملوا مع أمير. عندكم إجابة، عندكم إجابة غالطة، مازالوا لكم زوز إجابات باش تجيوكم تكملوا 96 نقطة. معناها أبار 100 نقطة تاع الغش تنجم تولي عندكم زادة 96 نقطة. مخنوق بنت المحمد. ما بنت بنت ال بنت الايه بنت الايه بنت الايه شوفوا موجوده ولا بنت الايه فما يا بنت الايه ماهيش موجوده حضر روحكم كرونيكات ماهيش موجوده هدهود شنيا زعما خنايا فيها كلمه بنت مخنوق بنت المحاميد عيشة مخنوق 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 صالحة مخنوق بنت المحامي لعيشة بنت المحاميد بنت المحاميد عيشة ما هيش موجودة بنت المحاميد كملوا معاها البرنوكاريت هاي أعطينا إجابة واحدة سي سي أعطينا إجابة واحدة الإجابة الإجابة متاعنا يا بنت الناس أنا فقير يا بنت الناس أنا فقير دراهم يومي معدودة يا بنت الناس أنا فقير نشوفوا موجودة ولا يا بنت الناس أنا فقير ما هيش موجودة وستة وتسعين نقطة تمشي للمراشدين والجمال شبابا يا علي يا علي اتكلموا اتكلموا المنافسين اصحاب الخبره راجعوا برافو 280 نقطه المنافسين 216 نقطه للكرونيكات برافو تفضل ورحمه امي اللي في بالي اللي نحن 280 والله تو سمعت سامحوني بربي خلنا عزي سامحوني والله انا سمعت والله انا سمعت سامحوني طب لكم روحي انا ال 280 أقوى استفزاز ريتو في حياتي جاوي عزيو فيهم على ال 216 نقطة المناشدين رجعوا في اللعبة 280 نقطة خلينا نشوفوا الإجابة اللي قاعدة بيا الغش ولا ما يواتيك والله أمان وأون بلوس راهو راهو يمكن يكون احنا حسسنا في حداد وأنت لابسة لك فما حاجة نحسة فما حاجة نحسة بربي يا مان بربي عندي ملاحظه اول مره ولابسين لك حل بربي سامحوني سي هادي عندي ملاحظه انا راهو خيان وصحاب ومفدلك وعائله واحده ولكن لا والله والله بالحق الحاله اللي فيها انتم انا تألمني ليلى امان امان خذوني 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 سريع هاي برشم لحظه خل نقول حاجه انا الوضعيه بتاعكم راهي تألمني وما نحملش فيكم ونتمنى من كل قلبي باش تبان له ثم روح رياضيه انه توصلوا في الخساره وبعد تجاوب اغزرك الفم لحنك الجدق تاع الرياضه هي نلعب كيكه ماما وان شاء الله نربحوكم خاطر غلطتونا مرمتونا بالدون دليتونا دليتونا صحيح قالهم لهم جعفر الكل شوفوا في المرتبه السابعه قاعده بربي بنت شنيا اللي قاعده بنت بلادي الله وعد تكيفك حد البنت الوحيده اللي قالت شنو يا مش بنت واحده هذه تلاقي ما فيش بنت يا بنت يا بنت يا بنات اللي ما خلفش بنات مش باعش من الحلويات ماشي الحلوي غنايه مزيانه وانا سمعت بلي قلت لهم عليها غنايه مزيانه وانا سمعت بلي قلت لهم يا بنات يا بنات اي ما برشا بنات قلت معنا مطربه ما جبتناش حتى هي مش الراي بالي بالي بنايا واحده يا بنات يا بنات جايبين مطربه معانا استنى باش ندور على بعضنا توا ماما ندور على بعضنا توا والله بيسيرش ما نبربشوهمش نبربشهم طوح فيهم يا بنات خاطر انت ماكش مستانس بالبرنامج هذه باش نبقاو نستنوا بالبنيه بالبنيه سيدي لموهم الكل وغنروحوا فهمت يا بنات والله
ليه احنا مازال مكملين في الاستفزاز الكرونيكارات والمناشطين؟ ليه احنا البارتي بالقدام 216 نقطة للكرونيكارات و 280 نقطة للميزانيماتور؟ نفكر سادة المشاهدين بارتي ليه احنا ربحانين باش يربحوا برشا فلوس اليوم. نفكركم تنجموا تبعثوا ايه مع 85811 ايه مع 85811 وتربحوا شطار الفلوس اللي تتلم باش تتلم اليوم وتنجم تخلط لل 100 مليون. عم بي والله انا اصلي الاصلاني انيماتريس. يا بيكا بالبرنامج انا ما عادش نجم نسيطر. سبحان الله خويا عائلات نفضها معاهم تنجم تحكي معاهم مش باش تفضها معاهم. هذوما خويا عصابه تبارك الله على اليمين وعصابه على اليسار. جوله ثانيه باش تكون لحمه على الاخر وبارتي قويه على الاخر. ساده المشاهدين قول لهم حذروا رواحكم وفما العاب جدد عملناهم سبيسيال للكرونيكارات والمناشطين في حلقه اليوم وبرشا فلوس ان شاء الله للربح وان شاء الله ربحوا الجمعيات متاعنا اليوم ونتقابلوا في الجولة الثانية من مالا. مازالوا لكم بعض الدقائق وتربحوا اشترى المبلغ اللي باش تربحوا العائلة الفائزة معانا الليلة. ابعثونا SMS في حرف M على الرقم 85811.